بركة نعم، الكهنة. بركة الكهنة هي شيء معروف لحد اليوم يعني، ولكن طبعا شيء بنعرفه من سفر العدد، إصحاح 6، شوفوا سفر العدد يعني من وقت النبي موسى. ولكن هاي البركة أو الشيء اللي لقيناه، أنا بقول شيء لأنه إحنا مش عارفين بالضبط هو، بيعود القرن السابع قبل الميلاد، وهو بيكتب عليه مكتوب اللي إيش اللي اسمه بركة الكهنة. بركة الكهنة لبني إسرائيل، قائلين يباركك الرب يحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل. أنا كاتبه كمان بالعبري على اليمين، ولكن هاي الأصلية والكتابة اللي مكتوب عليها، وبالكتابة وبالكتاب العبري كيف تقرأ اليوم. حطيتها اليوم، حطيتها بهذا الشكل لأنه هي مش معروفة بالضبط إشي. كان سنة 79 عالم آثار معروف جابرييل باركاي بيحضر في منطقة بيسموها يعني كتف الهنوم، اللي يعني زاوية وادي هنوم المعروف لنا من الكتاب المقدس، وكان في مغارة دفن هناك. واكتشفوا بالصدفة، أنا سمعت البنات الصبايا اللي كانوا في ذاك الوقت صبايا صغار اليوم كبار، كيف اكتشفوا اللفتين، لفافتين فضيات صغار. أنا بقول سمعت هون على أساس أنه أنا سمعت من المصدر الأول، يعني مش عم بنقل من 10 مصادر، وهي كمان فيها موثوقية. بالفعل يعني واحدة بدها تزتها، قالت أنه أنا كنت زتهم، ولكن قالت لها صاحبتها، قالت لها تعالي اطلعي عليها، اتفرجوا عليها. قالوا لا لا، لازم نفرجيها لجابي للعالم الأثار. فلاقوا فيها لفتين صغار من فضة ومكتوب عليها إشي أنا مش فاهمينه. طلع إن هي النصوص العبرية هاي اللي هي بركة الكهنة، ويظهر بالشكل الغريب اللي هي لقوها فيها، اللي فرجيته في الـ 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 أول ما عرضت، إنه ممكن إنها تكون زي حجاب اللي يعني البركة حماية لأهل البيت، ولأنه كاتبين كمان أسماء عليها. وهذا هو أقدم نص لبركة الكهنة اللي اكتشفناه لحد إسا. إحنا دائما بنقول لحد اليوم، ثاني يوم بعد كل يوم في اكتشافات جديدة، ولكن هذا معناه إنه هاي البركة كانت مستخدمة في أيام الهيكل الأول، في أيام يعني الملك سليمان وما بعده. ولكن يظهر إنه إن كانت مثل يعني تميمة أو اليوم بنقولها حجاب، يعني ممكن انه كانت في لها هيك مقدوحه قدح ويلبسوها زي اسواره او شيء على الرقبه بال للحمايه وللحفظ، طبعا حسب كيف كانوا يعملوا. ولكن مهم ان نتذكر انه هاي واحده من الاشياء اللي الكلمات اللي لحد اليوم اليهود المتدينين بحافظوا عليها. اكتبها عن كلمة الله، اكتبها على ألواح، على قوائم بيتك، وعلى رأسك لما وقت الصلاة. قوائم البيت طبعا معروفة اليوم، المزوزة، كل بيوت اليهود تقريبا فيها جنبها هاي، بنحكي عن تفاصيلها مرة تانية، ولكن أشياء من الكتاب المقدس اللي بعدهم بحافظوا عليها، وممكن أنه هاي كانوا يستخدموها أنه يلبسوها للبركة. وما زالت تستخدم إلى يومنا هذا.